ما في الضمير وفند أفكاره من صميم قطري دايم يرددها قالها والمعاني دوم عبارة للوطن وقفة لازم نحددها يا سلامي على اللي ما طفت نار ساس من ساس والحاضر يجددها للتميم تحية شعبه داره له جمايل علينا ما نعددها وما نعددها له علينا جنود انحزت الغارة يرفع الصوت ولا بهد وردها مورد ما يميز شخص وشعارة نجتمع صف واحد وما نلددها وله علينا نشيد الدار وأعماره كل صعبه بعون الله نشيدها وله علينا اقتصاد الدار وازهاره همة رجال ما بدت سوى عدها له علينا الولا ونعيد تكراره دامها عروقنا تمشي مواردها هات ما في الضمير وفند افكاره من صميم قطري دايم يرددها نشهد للتميمين.
شاعر.